اخوان. تعلب تعلب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حبايب قلبي، يعطيكم العافية ويسعد أوقاتكم بكل فرح وسرور إن شاء الله. واليوم جمعتكم كمان فكرة جديدة، إن بدنا نروح، بس قبل ما نروح أو نيجي نتمنى تصلوا على سيدنا محمد. بدنا نعمل لكم فيديو جديد عن سخن يونس. طبعا الساعة 6:30 كان في منخفض قبل 4-5 أيام. بدنا نشوف ايش في صيد طيور مهاجرة من خدادر، من ناعير، او من اشي جديد في السوق نازل. بتمنى اللي مش مشترك في القناة ينزل ويشترك في القناة لنستمر في السلسلة تاعتنا. و let's go على خان يونس، وبتمنى تدعمونا اكثر دعم ممكن. ايه هاي بس صغار، صار من جيبه. تعال تعال طلع طلع. ايش يا بطل، يا ولد علي مين جايبه هذا؟ احلاهم. تعال ولدي. طلع الصبح لقيتهم عند باب الدار، نروح نطلعهم فوق. والله حلوين ما شاء الله. جماعة الخير، هي احنا وصلنا خان يونس، راح نتوجه ان شاء الله على سوق العصافير. طبعا انا طلع اشتقيت في السوق، لقيت افعى بقلوية شريتها زي ما انتم شايفين، لقيتها في سوق الباطن الشاج، شريتها افعى بقلوية بتكرسش، وراح نشوف ايش في السوق ان شاء الله. خليكم معنا. بداية دخل السوق يا اخوان، زي ما انتم عارفين بداية سوق العصافير الحمام، سوق الحمام. شايفين ما شاء الله. هي هيك دخلنا السوق يا اخوان. هيات الفنادق، في منهم فروخ، في منهم شغالين، شكلهم الام والابو والاولاد. الكوكتيل الابيض ما شاء الله. ونايات فيها ندويرة شغال، اي ما شاء الله تشكي ولاده. ابيض رسيسي شكله، بس عشان خايفين يطير. ما شاء الله. بكم الجوز؟ 80 شيكل. اخوان هاي ما شاء الله دوير تقريبا محسن على انجليزي، مهجن يعني، حبته وافية، بكون اغلى من العادي. كل محسن المليون. هيات يا اخوان جايبين صقر سكني، ايه نوعيته ابرق ذنب. هاي كمان ما شاء الله كوكتيل الوان، في منه منقش، في منه اصفر زي ما انتم شايفين. وهي طيور المهاجرة، خضرة، تفوح، بسبوس، ما شاء الله. شايفين محلاهم. طلع كمان جايبين باشق على السوق، عوسق يا رب. طبعا ما شاء الله هي دوير الرسيسي، وفي هنا جوزين شغالين. خلينا نشوف ايش في تحتيهم. ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله كتاكيت. هاي في كمان هنا راح يطيروا بس. يا ولدي مغلاهم. قديش سعر الجوز؟ طبعا يا اخوان الدفع 1,100,000 في الجوزين، يعني تقريبا 5.5 في الجوز، بس الزلمة مش راضي يبيع. هاي كمان يا اخوان بسم الله ما شاء الله كنار المفتل، في ملطش وفي اصفر، نازل على السوق ينباع. طبعا سعر الحبة ما يقارب من 150 ل 250، يعني اشي حلو وجميل جدا. فتحي بدي رجعها. هاي النعار وبندق الحسون، هاي محابس جديدة ما شاء الله محلاها. هاي كمان شغل ما شاء الله محلاها محابس. قديش سعرها؟ 15. 15 وهذا؟ 12. 12
حط الخدادر والمعايير يا اخوان يا ولدي علي هاي تكون هاي والله قديش شد والله جايبين صقر الباز على السوق طلع ردي علي هاي كمان كمان خدادر ما شاء الله هاي هرد ذكر الهر والخضة شايفين مجملهم هاي في كمان شبك الكعب هاي كمان نتايا خدادر ما شاء الله كثار هنا ما شاء الله ذكور النتايا صيد جديد شكله هذا وهذا صيد جديد كله باكل بس عاد صيدنا يا فضل معنا جماعة الخير هاي هذا جايب عصافير جداد دويري بار نوعه ما شاء الله محلاهم دار والله سعر الحب بواحد شيكل بس هاي كمان جايب صقر الباز شرارة صيده على نزل حريك هذا هاي كمان يا جماعة الخير ايانا في واحد في خان يونس ببيع جميع انواع الشبك الكفت والصيد هاي خيط صنار وحبال ايش ما بدك بتلاقى معنا في جميع انواع الاقفاص بسم الله ما شاء الله في هذا كنار خوخ دم في عندك البسبوس الرومي هذا ما اشبهه في عندك فنكر البرد جميل جدا هذا اللي في الاحمر شايفين كيف مجملهم هاي كمان في تفوح كوم تفافيح شايفين قديش يعني في صيد اليوم بعد المنخفض في صيد كتير ما شاء الله في كمان نوع شمام جديد منقش نوع مكي بقول عنه او الكريم هاي كنانير مقنبرة هاي كوكتيل ودويرة فروخ شكله حلاقي هاي كمان تفوح هاي ملك النعاير قديش صايد ما شاء الله هاي في تحت خدادر كوم والله سفاح هذا انت على بفضل شفته والله ايش جايبين على السوق يا اخوان تعلب تعلب طلع هاي هذا التفح والهرد والخضر ما شاء الله وهي هذا خدادر هاي كمان صايدين عصافير كثير ما شاء الله زرعي بقول عنه طلع كيف ما شاء الله ما شاء الله هاي الخضر هاي جمان بري هاي جمال كريم هاي الكنانير كمان شبك السحر يا اخوان هاي السلاحف هاي فناكر هاي كمان عاملين بندوق بندوق حسون عاملين حسون على كنار حريك عاملين كمان تفافيح جداد ما شاء الله بسم الله ما شاء الله الحسون ما اشوف هاي كمان حسون هاي كمان واحد ايه طلع راسه واحد والله هاي كمان دور هندي رصاصي ما شاء الله هاي جوز كوكتيل ايه بيض وجايبين بيض ويبيعوه يا عيني يا عيني وين التعلم؟ جايبين خلاص صقر الحوام
جايبين ايش بدك في سوق خان يونس بتلاقي يا معلم؟ شايفين محلاه يا اخوان، حوام حوام وحش. هاي كمان صقر الباز مبهدلين صحته يا حرام. لا ولا حاجه ولا باد ولا حاجه. الله بسم الله ما شاء الله ما احلى. طلعوا طائر الطاووس يا جماعه الخير، جميل جدا. طلعوا كيف تشكيلة الديل. هذا لما بده يتجاوز بيفتح ديله زي هيك. بسم الله ما شاء الله، الحمام البلجيكي تحفه ما شاء الله. والله وقفت وقفة جمل. طلع هذا كيف يا ما شاء الله ما شاء الله. بسم الله ما شاء الله، الكتاكيت الكتاكيت هي الكتاكيت وامهم بط، في منهم بلدي وفي منهم مسكوم. ما شاء الله ما شاء الله. بشرب بشرب ايش؟ اغلاهم يا ناس. كلوا 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 كلوا. هاي امه. هيك السلام عليكم حبايب قلبي، اليوم كانت الجولة نار، يعني حيايا، زقور، عصافير، ثعالب. أنا طبعاً اشتريت الثعلب اللي صورت لكم إياه، وإن شاء الله إن شاء الله حيتم، ولا بديش اقولكم خليها مفاجأة لكم، انتظرونا في الفيديو الجديد تبع الثعلب شو راح نعمل فيه. انا اشتريته طبعا بسعر قليل شوي، ولكن ان شاء الله حفريكم فيديو تحفة، وانتظرونا والسلام عليكم.